وقد أعجبتني كلمات للحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ لما قال عن من يزعم أنه من أهل الحديث أو أنه يعرف الحديث، قال: وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فقد نصحتك. والقول قول الذهبي رحمه الله وهو حافظ، قال: وقد نصحتك، فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. سبحان الله، يعني توفي سنة 748 وبينه وبينه ما يقرب 700 سنة، فكيف لو رأى هؤلاء في هذا الزمن؟ فماذا عساه أن يقول رحمه الله.